بعد النائب محمد طنا يطالب وزير التجارة بسحب التراخيص المقاهي بالمجمعات التجارية بعد عرض تلفزيون الشاهد تقرير عن إحدى المقاهي بالجهرة. هي بس في الجهرة؟ روحوا الفحيحيل، روحوا السالمية، روحوا حولي، كل المناطق. لذلك راح نركز على هذه القضية. لازم نمنع أهم قرار لم يصدر من وزارة التجارة والشؤون، منع هالآسيويات وأي مرة تشتغل في هالقهاوي. هذا الملخص. بدأ الفساد لما اسمحوا للقهاوي يوظفون هالفلبينيات والأثيوبيات، والكل يعرف ايش قاعد يسوون هناك. ليس الكل، البعض. 99.9 للأسف. شوفوا التقرير. هذا موضوع ما يتعلق بالمرأة نهائيا، انا بتكلم عن الموضوع اللي حصل قبل في العطلة في قناة الشاهد من عرض الى شيء حقيقة اساء لجميع اهل الكويت واساء لجميع مناطق الكويت، مثل ما شفناه اللي عرض في قناة الشاهد. لذلك انا الان من هذه المنصة اسلم على اخوي معالي وزير التجارة اخوي ابو حمد، وهو يدري ويعرف انه جدا متعاونين معه. لذلك انا اقول له الان القانون يا أخ أبو حمد يجيز لك أنك تسحب ترخيص اللي موجود الآن في المجمع التجاري، لأنه مخالف إلى قانون وزارة التجارة، وكذلك مخالف إلى قانون وزارة الصحة. ممنوع استخدام الشيشة أو التدخين في المجمعات التجارية، وهذا موجود القانون. وكذلك في قانون يجيز لوزير التجارة سحب الترخيص إذا كان مخل، وهذا اللي شفناه حقيقة. أسألنا جميعا، أسأل أبناء الكويت وبنات الكويت جميعا، هذا البلد بلد الإنسانية، بلد الدين وبلد التدين، بلد الخير وبلد الخيرين. لذلك ما حصل لا يمكن السكوت عليه ولا نقبله. لذلك أنا الآن أقول له أنت يا وزير التجارة مساءل أمامي، وسوف يكون حسابك عسير إن لما يسحب هذا الترخيص، وإن لم تغلق هذه المنشأة أو الترخيص اللي موجود في المجمع التجاري. الذي يحزن أن الداخلية تقوم بعملها والبلدية والتجارة في بعض القهاوي اللي تم ضبطها للأسف ترجع تشتغل ثاني مرة، توقف عن بعض أنشطتها، لكن مع الوقت ترجع. هذا دور التجارة والبلدية تكمل أعمالها مع وزارة الداخلية.